هاي اللهم بارك الحوته ديالنا اللهم بارك. وانا الاخوان كيف كتلاحظوا اللاطه ديالنا جينا دابا كتبغي ايفور خاصك تبقى دلكي بحكا ماشي ديال العجانه ولا ياك ما في تعال ما في واحد الجاجه بغيتي انا شويه معاه هي وتصون في العروبيه قسما بالله واحد الجومه يمكنش انت كتوكل البهيمات على الزيتون على الزيتون كنحيد فيه على الزيتون باش ما يشربش ليه الماء ديالو اه هادي هي بسم الله واه الله 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 يبارك الله يبارك السلام عليكم خوتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. انا دابا حاليا الاخوان كاين في العروبية عند جدي الخوت غادي نديروا واحد الافطار في البادية وغادي نجرب الصيام ديال البادية كيفاش داير واش النهار طويل ولا مجبد. الناس ديال البادية كيقول لك النهار راه مجبد بزاف النهار في يومين. المهم الاخوان غادي نفطروا فطور في البادية غادي يكون هربان ديال بصح وغادي نطيبوا بايد ديال الاخوان. المهم راه جيت البارح او جيت عيان الخوت يلاه فقت كيف كتلاحظوا البيبيه هنايا الربيع ما شاء الله هادشي كنبغيه صاحبي الكركاز شو الكركاز فين نهيد يا سلام. المهم راه صاب بشتي وتبارك الله ديال الخير ودابا غادي نمشيو نديروا لكم جوله استكشافيه في هاد البلاصه هادي يا بسم الله توكلنا على الله ويلي عزيز علي العروبيه قسما بالله ويلي ويلي ويلي. دابا شوف الخوت غادي ندير الدور ديالي في البادية غادي نوكل البهيمة ندير كل شيء غادي يعيشوا معايا التجربة العيبة ديال جدي شو يبان لي غنلبسها ولكن كاين الصهد يا بسم الله غنشوف واش كاين شي بيض. انا ديما كنجي لهاد البلايص هنا كيديروا البهيمة الخوت يديروا الحوالة هذوك الغلم وشي جوج خرفان غنوريهم ليكم. ها شو حمامة شو حمامة شو حمامة هاي هاي شو بالكم صيدوا الحمام ها الله يلا هاي شو بالكم صيدوا الحمام الله يلا حمامة والدة وقيلة والدة الخوت شو بالكم صيدوا الحمام عند جدي هنا نديروا به الجميلة موجود الله يلا موجود الحمام. المهم هذا ديال التبن باش كتعرفوا انه التبن ما بقاش الخوت شوفوا الخوت شوف هذا كامل كان كيكون عامر بالتبن شوف باش كتعرفوا كان الجفاف يعني هذا عمر خوه من التبن شوف دابا راه خاوي من التبن ها شوف كيناش تبنه ما كيناش ولكن الحمد لله راه صبات الشتا شوف هذا كوري ديال التبن الله يبارك هذيك العام هذا راه كامل كان مستوكي بالتبن كان عامر شوف هذه الحمامه هذه مبيضه واقيله غنخليوها في امان الله وغادي نسرح اليوم. المهم غادي ندير كل شيء غادي نسرح غادي نوكل البهيم والبقرات غادي نسقيو غادي نمشيو عند جدي المشروع راه خدام فيه خدام في واحد المشروع غادي نمشيو عنده. المهم غادي نديرو بزاف ديال لي زاكتيفيتي وغادي نطيبو الفطور ديالنا شو راه كانت كتصب الشتا البارح الخوت شو غادي ساردة هنا الحمد لله ملي صبات الشتا الحمد لله البيض
البيض محال وش يكون. تعال غليمات غليمات كاين هنا، بسم الله. عيشوا معنا، عيشوا معايا، عيشوا معايا. بسم الله، السلام عليكم. ها هو واحد الحولي راه عقدي الشي، عنده خريفات وعنده حولي كبير، عنده جوج كبار رام. الله يجعل شي بركه. شو كيخافوا دابا الخوت هادو؟ غادي نمشي نجيب لهم واحد الكركاز كاين غير هنايا، حاشو جدي مع الصباح نمشي نجيبو لهم، قال لي ضروري تعطيهم الماكله. ها هو شتوه هذا كركاز، هذا نعطيهم يقصيو، نعطيهم واحد شويه ياكلو. يقدر كيحشو من البلاد، يعني كاين الربيع تبارك الله. زيد زيد هاك كول هاك زيد. احسن حاجه هي تعيد عندك في العروبيه وتصوم في العروبيه، قسما بالله واحد الجو ما يمكنش. ها انت كتوكل البهيمات، نخليهم دابا ياكلوا ونمشي نشوف البقرات حتى هما نوكلوا. نوعين الخوت، يلا زيد تشوف. صافي دابا البهيمات هما وكلناهم، دابا غادي ندوزو عند البقيره ناكلو هي وولديها. بسم الله، ندو عليهم هادي من هنا حتى العشيه وغادي نخرجهم ان شاء الله يرعاو في الزرع. اجي ناكلو. عند هذا اللي واقف نحطو هادي عجبه، هذا ولد ها الخوت. كاين الحمام بزاف ما يطلع بابي بيه ما تبين دابا. شو باش تبين؟ شو باش تبين؟ اه باغا تبيض. لا لا باغا تبيض، انا بيضي 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 بيبي الاخوان باغا تبيض. دابا البقيره راه هما عطيناهم يعني شبعانين واكلين ناشطين. يا بسم الله، واحد البيضه. اه كاينه وحده باقا جديده هادي. اه بيضه ناضي. نشوف هنا كاين والو. شو لي الوزات شي وزات شرفو هنايا ما تكالوش. غنجي انا غندير لهم شوايع. بيبي الخوت بيبي موجود، بيبيات راه كان وليدات صغاري وراه كتوريتهم لك. شوف وريتهم لكم بيبي، سبحان الله دغيا كيطلع، ودغيا كيطلع كانوا صغار. هادي حتى هي هنا كان كيربي البغله، يربط البغله. اه يعني مدي البغله طالقه في الزرع. ما كايناش البغله كتبغي نوكلها، ولكن راه طالقه في الزرع راهي واقيلا الفوق مديال الزرع كتاكل. الجو زوين هنا صراحه، كل بيض ولا شي حاجه. المهم الاخوان دابا غادي نمشي عند جدي ان شاء الله، وباش نمشي ونشوفوه تما راه كيحش الربيع. غنمشي نحش معاه ربيعات، وغادي نجيو الخوت باش نطيبوا الفطور ديالنا. هادشي اللي كاين هذا هو الدور الخوت. كنت باغي نكس ساعه القضيه منكوسه اليوم قدام مش نكسو، كنت باغي نكس الخوت البهيم ساعه كل شيء منكوس ليهم، عطيتهم الماكله. غدا ثاني ان شاء الله باذن الله نقدر نكس ليهم، غدا غنكس ليهم، غدا غنفيق بكري نكس ليهم. هادشي اللي كاين، يلاه نمشي دابا عند جدي و
وغنجيو نديرو الفطور ان شاء الله باذن الله. نطيب شي جوج دجاجات يكونوا مقطرات ندخلهم للفران، وخا داك الخباز كتبان ندخلهم للخباز، ولكن الخباز والده فيه دجاجه هذا هو المشكل، الحرقه هي ولادها. المهم ندخلو لواحد الفران عداده نحمروه، داكشي يجي ناضي. ايوا دابا نمشيو عند با محمد نشوفوه، نحشو معاه نحشو معاه الربيع، ومن بعد هذا نجي ان شاء الله باذن الله نوجد الفطور وغنعجن وغندير كلشي اليوم. باغي نحس براسي درت كلشي. بعدا الاخوان نواحي عبده كامله صبات واحد الشيوه ديال الخير تبارك الله ما شاء الله. كيف كتلاحظوا الزرع، الزرع مقلس اللهم بارك، كلشي ناضي اللهم بارك. هو جدي فين خدام؟ هنايا هذيك البلاصه اللي وريتكم ديك النهار راه كملت الخوت، عرفتي راه ولات ناضيه، بناو الصوار وبناو الباب، الباب ديال المشروع. يا بسم الله راه جدي فينا هو، شو كيبنوا هنا الساس، شي واحد كيدير الساس هنا للمسائل، عرفت فينا هو، عرفت فين كاين دابا. الشاري جات قداش، ولكن راه الصوار دارو، دورو على الصور كاملة. الشاري جانا، الشاري جانا غيبداو تاني يقادو، شحال من شاري هنا، كاين واحد ست شاريجات، قالك بغا يديرو تصفية ديال الماء، الماء ديال الزيتون، يبخروه للسما باش تولي تعطي الشتا، هادشي اللي قالو. ملقيتوش هنايا، غيكون في شي بلاد غير اللور هنايا. هادي راه الدار ديال الخوت، شوف راه جدي فينا الفوق جالس في ديك البليده دايره كامله دار هاد العام هادي. شد الدره تبارك الله، الدره غتكون ناضيه، غادي تطلع مزيان الدره. غنمشي نحشو مع شويه ديال الربيع، حتى الاجواء راه واعره الخوت، واحد الصقيل ما يمكنش كتسمع صوت العصافير. الله يبارك راه والفوق. ها انتم شوفوا لي الدريه دي كامله دريه، دريه والزيتون ناري، غنخسروا ليه وقت الدريه. عرفتي هاد البلاصه كون كان دابا الماء جدي علاش كيقول لكم البير، هادي راه عرفتي تنتج منها، تخرج منها زبر ديال ناري. غنواه دابا كيحيد الربيع على الدره، شوف الله شوف الله كيدير مسكين، يعني بغى الماء. هو الربيع، كتحيد الربيع على الحواض ياك؟ الربيع على الزيتون. وكي داير؟ بخير صحيحة كلشي مزيان، هادي السبيلات هادو. اي والله الا السبلات يلا. اي لا هذا غير في في هاد البشنه، في البشنه دابا خاصو ضروري يحيد هاد الربيع، هاد الربيع خاصو على الزيتون، على الزيتون كنحيد فيه على الزيتون باش ما يشربش ليه الماء ديالو. اه هادي هي الطريقه. راه مشيت عندك ليه؟ دخلت انت غير دخلت طوبيل. اه هنا الاول راه نديرو في الطوموبيل. هاو انا نتلاهاو شو واش حشاني ناضي ولا ما ناضيش؟ ها ناضي يا بعد انا نقي لك زيتونه صافي سير على مولان. ها غنقي لك الحواض دابا، غنقي الحواض ديال الزيتون. هادي خصها تحيد، هادي خصها تحيد. انا دريعات وليدي بسم الله، شحال حشيت شوف. شنو دواء؟
نمشي نجيبو ونعاود نرجع نهزك. صافي يلا انا نمشي نجيبو ونجي نمشي نجيب واحد الدواء حتى هو. بسم الله لا إله قسما بالله. الناس ديال البادي البوادي هما اللي صايمين، علاش؟ حيت كيخدموا كيعرقوا كيضربوا تماره، يعني تفيق مع 6 الصباح تحش تعطي البهيم ياكلوا ولكن زوينه كاين اللي استمتع وكاين الصيام على حقه وطريقه. واش دي وانتوما اللي صايمين حنا راه فاطرينو كديروا كتخدموا احنا راه والو ناعسين احنا ناعسين راه هذا حنايا كان عاد كان خير ما كاين دور مع 6 الصباح مع 6 الصباح الى 7 الى 7 ديال العشيه. يلا الناس ديال البوادي راه الخدمه ديالهم سون زاري ياك ديال الشتا صبات الحمد لله الشيوه هنا جدي ياك عطا الله الخير راه صبات واحد الشيوه تبارك الله ما شاء الله خير مولاه. هذه كامله دابا دراها جدي ياك كلشي هذا الشيء دراها هذه كامله درا راه زرعها درا هضره ان شاء الله غتعطي هذه ان شاء الله باذن الله. ها هو كان شي بويره جدي ويلي ويلي وراه البير نديرو ليه ياك صافي كاين واحد الارض ديال البير ضايلة ديال البير خاصها شوية ديال العمر خاصها الفلوس خاصها العوين خاصها عوين شوية وسلام كاين الماء. هادي راه هي ديال جدي هاد العيبة هادي هاد الارض هادي شنايط فيها الزيتون ما شاء الله ناضية ترى خاصها الماء. جدي راه كيتحدد على شي بير يكون ناضي الله ما كرهت قسما بالله ندير مع شي بوير يكون ناضي قسما بالله ونجي نستقر هنايا راه هادي هي الحلم ديالي صراحة شي بير. دابا راه الاخوان راه تعرفتي راه عرقت راه ولا وباقي يالله 12 باقي يالله 12 وضاربين هادشي كامل يعني راه كتصوم ديالها نص ساعة الغوت الله إلا كتصوم. قلت لكم شي بوير بحال هكا تعاون جدك بحال هكا والعيبات والله ما كرهت قسما بالله كان بير كيتقام غالي. خنشة شو خنشة قداش الخوت ديال الربيع كل نهار تاشمن راه كل نهار خصو يجيب واحد 6 خنشات دابا غنضربها في الطوموبيل وغادي نشد الطريق ديالنا. هنايا لا هيا ندخل هاد يا مولاي ها مقفوله ها نهز هاد دغاسي الله وجدت الدجاج ها انتم الدجاج الاخوان كيتوصل اللهم بارك دجاجات ملاح تبارك الله اللهم بارك شي ناضي. دابا العيالات غيوصلوا لي الدجاج انا غنمشي نعجن باش نجي نوجد هاد اللاطه هادي. هذا هو الكركازه الاخوان هذا راه ديال الصباح راه جمعوا الصباح جدي شوف دابا راه كينشروا هنايا باش كيكرم وكيدخلوا البقرات كيولي بحال العلف. البقره قالت لك كتشبع دابا انايا غنمشي نعجن جدي راه غنعجن لك واحد الخبيزات ناضين ياك ياه ناضين دابا غنعجنوا خبيزات صافي كون هاني دادا ها فينا نطيب ها شوف فينا نطيب الخوج نطيب فيه هذا تقليدي اللهم بارك هنحطبها هو هنايا يعني غادي نعجن وغادي نطيب على هذا
وعاد نمشيو نوجدوا اللاطه ديالنا ديال الدجاج. انا غنطيب البطبوط في هذاك الكانون. اييه غيجي زين غيجي ناضي باينه وطيب. بما مشيتي استريحتي النعاج انا غنجي غنلقى تلقى البطبوط واجد. شعلة يطلع لك يا سلام. هو داك الخباز كنا بغنطيبو في خباز ساعة شاداه واحد الدجاجة. لا لا اخو شاداه هو بيبية. لا 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 ما في والو. ما في والو والو. الا بغيت نحرقو تما انا بطيب تما. طيب طيب تما ولا ذاك ماشي الخبز. الخبز غيطيب هنا. هذاك نطيبو فيه الدجاج. راه مزيان ياك. وما ما قعدوا فيه كاع الدجاج ما قعدوا. صافي على مولاي. ياك بحال ياك كان غير الخباز ما لو بغا يطيب فيه الدجاج ما غادي. ياك ما فيه تعال بغي واحد الدجاجه بغي زي دابا شويه معاه. شويه معاه لا ما خاص حتى. ها انا غن نغرب له دقيق باش نوض نعجن نلقى محشو. هذا هو الدقيق الواعر. هذا هو الخبز الحي كيكون مع النخالة الخوت. يا بسم الله توكلنا على الله. خلط العجينة مع الملحة والدقيق. بسم الله هي الأولى ونجمعو. ها نتوما الخوت شوف شوف كيفاش كتجمعها شويه كتحك هذاك الشيء كامل بحال هكا اللي في القصريه صافي. وكتدور العجينه ديالك بحال كيجي خبز مفشفش. ها انت الحاد كاع نوضي شمري على يدك. ها كنبقاو ندلكو بحكا ابي يد وحده. شوف شوفي ها ها حتى الدقيق سبحان الله ديال العروبيه كيكون عنده واحد الميزه زوين ماشي بحال الفوراس ولا شي حاجه. دابا هذا كامله قمح وزرع فهمتوا خبز ديال الزرع هذا والقمح يعني صحي. هانت يا الحادي ها هي راه العجينه دابا كتبغي ايفور خاصك تبقى دلكي بحال هكا ماشي ديال العجانه ولا خبز ديال الدار. ها كديري الكف ديالك بحال هكا في العجينه كتقرضيها مزيان باش تخرج ناضيه بحال هكا. هانتي البادية كيدوز عندك واحد رمضان سبحان الله ناضي كضرب تمارة. ها انا الخوت الله يبارك شو العجينة كي دايرة. يا سلام دابا الخوت غادي نمشي ديريكت غادي نمشي نوجد الدجاج ديالي لحقاش باقي عندي جلاطات الدجاج خاصني نوجدهم والحوش حتى هو غادي نوجدو. يعني خاصها تكون وليمة دسمة بامتياز وليمة عبدية اللهم بارك. ليتس جو نجيبو الاخوان البصله. البصله بلديه اللهم بارك مزروعه وعاد غنجي غنحمي الكانون هنايا. يلا ليتس جو. شوف بيبي تبارك الله شوف تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك جدي راه الدلب هي باش غنمشي نجيب البصله. ها النبته ديال الكباره الخوت شو هي بدات كتجي يعني كتجي في الموسم ديال الصيف الخوت. في الصيف كتعطي الغله ديالها يعني في الصيف ان شاء الله غادي نرجع عند جدي ونوريكم الطريقه كيفاش كيتجمع هذا الكبار. هذا هو البلاصه كامله كبار كيف كتلاحظوا الشوم هاد العيبات كاملين كبار اللهم بارك. ها البصله من غنجيبها من هنايا ليتس جو الدوار ورايا. الله الا دوزت احسن نهار في رمضان لحد الان غادي ندوزوه هو هذا احسن نهار. علاش درت بزاف ديال لي زاكتيفيتي والحمد لله الجامع حداهم داكشي ناضي كناضي
الله يبارك. شو البصله تبارك الله الخباز كل اللي باقي عاقل عليها هو هنايا الكريمه. هاد الكرمه هادي راه كدير واحد الكرموس ما يمكنش ثاني في الصيف. شو هي البصله قداش تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شو البصله شو البصله شو شو البصله قداش تبارك الله. شو قداش الخوت تبارك الله. شو البصله مليحه صح. شو هي البصله تش شو هي البصله. الله الله يا ربي الله الله صافي غنريحنا واحد عامين هنا. شوف تبارك الله. شوف ها انتم الخوت ها علاش الباديه زينه ها. شوف تبارك الله. شو البصله شوف الكوبه ديال تشو هي البصله كي دايره. يا سلام الله الا البصله موجوده هنا الخوت. ها انتم يا سلام شو هادي قداش تبارك الله تبارك الله صافي بارك. وقيلا هاد الشيء نكتافوا بهذا القدر. هانا شحال ديال البصله اللهم بارك. هذه كامله بصله الخوت الله يجعل شي بركه. هادو كافين الله يبارك. انا الخوت الدجاج ديالنا البطيطه ديالنا فين نوجد الدجاج صافي ونحط هنايا البصله ان شاء الله يبارك. هذه هي الكوزينه ديالي الطبيعيه اللهم بارك. دابا غنقيو البصله ديالنا الخوت. البصله مليحه الخوت اول رمضان غندوزو بالاجواء ديالو سبحان الله صراحه. وباقي النهار طويل باقي النهار مجبد فيه يومين. ضايل الناس ديال الباديه هما اللي صايمين. بسم الله بصله فتيه دابا الخوت تبعوا معايا الطريقه. البصله ديالنا نقيناها اللهم بارك. ها هي الخضره ديالنا ها هي حطوها هنا. هاد الدجاج ديالنا والبصله غنشدو هاد الربيع هذا نقرضوه نقرضوه مزيان هك. غنديرو الربيع هنايا بسم الله. غيبقى غلايد واحد شويه ماشي مشكل الخوت لحقاش هذا طبيعي اللهم بارك. غنشدو واحد البصيله حتى هي غنهاشيوها بحكا صافي. وغنجمعو هاد البصله نديروها هنا. دابا الخوت غندوزو للدجاج خاصنا نقرضوه بسم الله. هاكا الخوت الصدر بوحده والمسائل بوحدها. ها نمشيو بوحدو وهذا تاهو بوحدو. جنحو الصدر تاهو بوحدو بحك. يا سلام هاهو غندوزو الدجاجة الأخرى الله يبارك. هاي بسم الله هانا غندوزو الجنوح. هانا عندنا شوية ديال سكينجبير. هذه مروزيه ديال الدجاج عندنا شويه مروزيه ديال الدجاج بحال هكا. عندنا تقريبا واحد 5 ضفار ديال الثومه الله يبارك. كيقول لك الثومه ما مزياناش في رمضان. مالها شنو هي مالها مسكين كلشي مزيان. عندنا الاخوان زيت العود زيت العود اللهم بارك كنديروا ليه بحال هكا. شوف واحد التخليطه كي دايره. شوف يا سلام التخليطه يا سلام الله صافي. كنشدوا اللاطه ديالنا الخوت هنايا بإحكام. كنشدوا الطرف ديال الصدر بحال هكا كنرقدوه هنا مزيان بحال هكا
الاك الخوت كتغمس وكتهز كتحط في اللاطه بحالك كتهز دير بحالك وباقي غنقيو بطاطا والبصله هذا باش يترقد هنايا بحالك باش ما تضيعش لينا هاد هاد الاقامه هادي داكشي علاش كندير درتو في اللاطه تحرك واحد البريد يا رب تجي معاه شي شتيوه ديال الخير صافي الاخوان الدجاج ديالنا رقدناه على حقو طريقو دابا غنديرو بطاطا بهاد الطريقه غنستفوها بحال هكا هنايا في اللاطه اللهم بارك بحال هكا كنستفو بطاطا هنايا لتحت هي والبصله البصله راه درتها الخوت بقات عندنا البطاطا هادي بسم الله خاصني نمشي نطيب دابا الخبز راني قرصتو الخوت فاش كانت كت كيترقى هادشي هذا مشيت قرصنا الخبيزات وجناها ايوا كنكونو كملنا اللاطه ديالنا دابا هادي غادي نغطيوها مزيان ونخلوه حتى يقرب الاذان تقريبا بواحد ساعتين بحال هكاك وندخلوها غادي نعطيوها ساعه ونص ديال الطيابه الاخوان باش تطيب على حقها وطريقها هادشي اللي كاين الخوت دابا غنديروا ليها هاد الجني وحات هادو هنايا الكبده والعنق غنحطهم هنايا بحال هكا كبيدات بحال هكا باش اللي جات فيه كبده يربح كبده صافي الخوت وغنديروا واحد شويه ديال الماء في هاد العطريه شويه الماء بحال فين يطيب لينا الدجاج شويه بحال حيد ما غنزيدوا العطريه لا والو الخوت غنسقيو بحال هكا نسقيو وانا الاخوان كيف كتلاحظوا اللاطه ديالنا داكشي يا سلام دابا ديال نمشي نغطيوها ونخليوها الاخوان باش طيب على حقها وطريقها وغادي ندوزو نطيبو ثاني الحوت هاي اللهم بارك الحوته ديالنا اللهم بارك جبتها من اسفي تحياتي للناس ديال اسفي دابا نقيها الخوت حيت ما منقياش هاد الحوته هادي غادي نحاول نقيها بسم الله باش ندير ثاني لاطه ديال الحوت الله يبارك يا سلام شو البيض البيض ديالها يا سلام الحوته ديالنا الاخوان غسلناها مزيان الله يبارك دابا غنديروا ليها الشرموله ديالها حتى هي والمسائل اول حاجه غادي نديروا ليها الخوت بصيله غنقرضوها هاك صافي كنشد الحوته ديالنا الخوت كنديروا ليها العطريه ديالها شو مع الطرفات الثومه والمسائل كندهنوها مزيان كندهنوها من الداخل بحال هكا واو كندهنوا لها راسها والمسائل حتى هي صافي الخوت كنديروا فتيحات هنا الحوته انا الخوت مويطيشه ثاني من الفوق بحال هكا مويطيشه ثاني هنا ها نتوما الخطه والله يبارك دابا اخر لمسه هي العطريه من الفوق بحال هكا والجناب بحال هكا على بطاطا بحال وعلى الحوت ديالنا وهنا كنكونوا سالينا اللاطه ديالنا داكشي جا على حقه وطريقه غنخليوها حتى هي تقريبا واحد ساعه وطيبه الاخوان نعطيوها ساعه ديال الطياب الله يجعل البركه ولا 45 دقيقه دابا حاليا انا غادي نمشي نشعل العافيه باش غادي نطيب الخبز ديالنا اللهم بارك كي جاتكم اللاطه واش ناضيه ولا ما ناضيهش خليو لي التنقيط من واحد حتى ل 10 ها نتوما الخوت طيمات غير رطم داكشي ناضي
بسم الله الله يبارك. العيشة في البادية والله إلا نعمة نعمة نعمة. عارفين دابا راه تحمى الخوت باقي ما سخنش ياك، خاصو تي يسخن مزيان غيسخن عاد نديرو الخبز. جيب جيب الناس اللي بعد جيب. اه مسيدة نطيب. ها هو المسيدة هاو كتقابلو بحال صافي وكتقرب العافية باش تشوط. تما اللي ما تخافيش راه مولف هادشي هذا هذا تما تخافيش راه كاينه ياك ما كتسحبيني مديني انا راه عروبي عرفتك عروبي انا دار حدا كانوا تلعبوا كعندك يا بلبل. يا سلام يا بسم الله توكلنا على الله يا بسم الله بسم الله تعول بسم الله بسم الله بسم الله اوبلا شي ديال الحديد دانا الخوت الله يبارك. نحيدو العجينه من هنا باش ما تحرقش وخلوها طيب على حقها وطريقها هاد غير طيب الخوت الله على احساس ناري ناري على جو كيدير الخوت. يا سلام والله الا بدات كتنفخ انا البطبوطه ديالي اللهم بارك شوف كي كطيب هذاك الشيء زوين 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 داك الشيء سوبر. ها انتم الخوت ها اليوم وجدت كل شيء درت الدور ديال انني انسان مقيم في الباديه وكلت البهيم ما خلينا ما درنا طيبنا يعني هادشي كامل هاد لي زاكتيفيتي كاملين كيديروه الناس ديال الباديه وتحياتي الناس ديال البواد كاملين داكشي انا عزيز عليا هاد والله ما والله حتى ما كرهتش ما كرهتش نسكن هنا قسما بالله نبقى ساكنه هنا انا صافي دابا نونسكم نسكن هنا و... قولي لك والله نهار غادي ليا دروينه بلا حد هو نهار طيب ليك ها هي الخبيزه ديالنا الخوت شو كي دايره داكشي على حقو طريقو دابا غنديرو الثانيه يا بسم الله يا بسم الله اوبلا صافي خلوها طيب هادي راه زينه هادي الله يجعل البركه الله يلا زينه خوت كنبقاو نزيدو شويه ديال الحطيبات فهمتو باش كتنوض يعني باش كطيب هاد الخبز هذا بهاد الطريقه هادي راه كتعاني كتعاني ولكن الخبز كيطلع واعر. ها هي الخبيزه الله يبارك ها شو ليا الخبز كيدير ها 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 شوف ليا الحادقه ها انا الله يبارك انا الخبيزه كيدير يا سلام ارا ارا اوب غنزيدو الثانيه الخوت بسم الله اوب 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 بسم الله 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 يبارك الله يبارك سرح العافيه من تحت سرح سرح يا سلام وحنا بشويه بشويه تنوجد الفطور كامل انا الخوت هذه هي الخبزه الثالثه الله يبارك شوفوا كيفاش دايره ما شاء الله شوف هاك هاك دابا غندوزو للاخيره ها هي الاخيره الخوت هي هذه بسم الله واحد جوج ثلاثه رحق اخر خبز اللهم بارك واو يا سلام شوفوا لي شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام
هذه هي الريزالطه ديال الخبزه الخوت، طلع داك الشيء ناضي اللهم بارك. دابا حاليا انا غادي نمشي عند جدي غنسرح معاه النعيجات واحد شويه، ندي فوله ثاني واحد شويه، راه كلفت هما الاخوان بالطياب غادي يطيبوا هما في الفران. انا غادي نمشي عند جدي باش نجيب معاه البغله. اول حاجه غنوردوا البقر، ها هو نهزوا السطيله في النطفيه هذه، بسم الله نمشي نوردوا البقيره وعاد نمشي عند جدي. الله يبارك يا بسم الله. شربات هذه يلا ما باغينش يشربوا، شبعاني دابا الربيع فيه الماء، الربيع اللي كياكلوا دابا الاخوان فيه الماء، داكشي علاش ما يجيهمش العطش. غنمشي عندو نجيب معاه الباغ، نمشي غنلبس الجلابه ديال جدي. يا سلام جلابته ناضيه، غنلبس الجلابه وغنلبس العصابه وحوت، ما نديرش التريزه غندير العصابه. ها هي الجلابه اللهم بارك، ها هي العصابه ديالي. ويلي ويلي لا العصابه الخوت، شو هذه العصابه ديال الناس الاولين اللهم بارك، شو كي دايره بسم الله. انا وما عرفتش كي كيديروا ليها، ولكن غنصاوبها غنسرعها حتى انايا كيديروا لها بحال هكا، كيعاودوا يشدوا ثاني، ها كيديروا لها بحال هكا، كيديروا لها بحال هكا الخوت بحال هكا. هانا الله يبارك، كي جاتكم عصابتي ها ناضي ولا ما ناضيش؟ واش ناضي ولا ما ناضيش؟ تا والله حتى جات معايا. يلا لا تسقاو دابا مشاو. ما جدي ما غيفهمش حاجه دابا، راه غادي عندو كيقول تا شكون النعيجات كياكلوا في الزبول. الله يبارك. وعرفتيني العيجات كي اوكي تخلعوا هادو. اوه اما مولفينش بنادم هاد البهيمات، هاي ياكلوا ياكلوا في السبور. السبور راه سبل الاخوان، شو الله يلا سبل. ها شو الله يبارك يضربوا في السبول. وصافي راه وجدت الفطور، صافي ندق الخبز كلشي كاين، خاصو يأذن نشاركوا ليه يأذن. يدير مع البهيمات، صافي المسائل قادين الحمد لله. ما بقى والو، كالو كالو. ها هي البغيله غتمشي وانا غنصوب ليه النعيجات. هادشي السي دور ياه غيهربوا، هما راه عارفين الدار راه غيمشيو ليها ديريكت، راه ما غاديين. صافي الله يجعل البركه من السرحه، سرحنا واحد شويه دابا نشدوا الطريق للدار. صافي زربنا عليهم دخلناهم. رسيل نوردو، هيا نوردو البغله ندو لها التسطير هذا، ندو لها تسطل تورد. وي التيسي تيسي دخلي، هاد النعاج هادو قباح الخوت وقباح. سي دخلي تيسي دخلي، مالك ادخليهم الزريع الكوري. يلا سي 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 دخلي سي دخلي، مالك سي دخلي. يلا هادو راه سخونيه هنايا يدفاو. تشك
بان لي واحد الوليد ديال كريكر غنوريه ليكم، غنوريه ليكم غنوريه ليكم صافي. الوليد ديال كريكر كيدير ومليح. ولكن ما كاينش كيفاش دير حتى توصل ليه، راه هو في الزيتون راه شي. ايوا طارت طارت الام هادي الام باقا كتبغي نسحب ولد. ها طار منا الخوش، نهبطو دابا الله يجعل البركه. يا سلام الحين طاب ايوا هنايا طاب سوفيا هاد شويه طاب غير ما تخليش يلبس ما تخليش يكرم نقلبو ها الحوته ديالنا حتى هي الدجاج ديال هذاك تبغي ريجيم. يا سلام الاخوان لاطا كيفاش دايره كتشاهي اللهم بارك داكشي على حقو طريقو. لاطا الاخرى الاخوان الله يبارك داكشي كيبان مدغمر اللهم بارك داكشي على حقو طريقو. اش بان لكم عطوني تقييم من 1 حتى ل 10 وبصحه فطوركم والخوت اللهم بارك داكشي كيشهي. درنا الخبز ها نتوما تشوفوا الحوت هنايا طيب على طريقه ناكل ونقول لكم واش سوبر ولا لا. الحوت ديالنا اللهم بارك، اللاطه ديالنا اللهم بارك، الخبز ديالنا اللهم بارك. دابا ما كاين خشي في وجهك، بسم الله ندوقوا هاد البطيط هذه كي دايره. بسم الله. واو يا دماء سوبر صراحه هادشي بنين. بصحه فطوركم الاخوان، فطروا وتعاودوا صراحه كيف لاحظتوا درنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، طيبنا الفطور وجدنا الخبز فينا سرحنا حشينا الحمد لله صوبنا العصير بزاف ديال الحوايج درناهم. وهادشي اللي كاين اخوان، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وتجربه جديده ومغامره جديده. وتحياتي وما تنساوش تعطوني التقييم ديال الدجاج وراه جدي فينا وكيصلي راه الله يقبل ليه. شوف تحياتي ليكم.